صالح جمعة من أمهر اللعيبة اللي موجودين في مصر، عنده كل المقومات إنه يبقى صانع الألعاب الأول في مصر، عنده رؤية كبيرة جدا في الملعب، عنده مهارة كبيرة، بيعرف يجيب جون، عنده كل المقومات، ولكن كل ده لازم يبقى ملازمه التدريب باستمرار، التركيز، الالتزام. فأرجو طبعا من صالح جمعة انه يهتم اكتر بنفسه، لانه موهبة مش بسهولة تتكرر. فان شاء الله نتمنى ان شاء الله ان الفترة الجاية يكون التزامه اكتر وتركيزه اكتر، لانه هو يستاهل ان هو يكون واحد من اللعيبة يعني اللي سابوا بصمة في تاريخ الكرة المصرية يعني، بس عايزة جهد كبير جدا منه يعني.